الشركة نسيبها. من الأمثلة على الشرك الأصغر الحلف بغير الله. يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. يحلف بأبيه بأمه نعم بجده نعم. يحلف بالأمانة. يحلف بياسين. يحلف بتربة القبور. يحلف بحياته. لا تحلف إلا بالله. كذلك من الأمثلة على الشرك الأصغر أنه يقول لولا فلان لحدث كذا، لولا السائق السيارة لحصل حالي. لا، الأصل أن تقول لولا الله وحده. مكان الشركة الله سبحانه وتعالى جل جل يبقى لنا فلان يعوض بقى من أتاه يدي أو هو جنب من هم تاي من يوم جل هو يوم من هم تاي أو مكان الشركة هم وين كجل الله تعالى يقبل. كذلك عندنا بعض الناس هدانا الله وإياكم يجعل على البيت أو على السيارة مثلا أشياء منها يضع كف أو عين أو خرزة زرقاء مثل يعني شيء أزرق كذا قطعة زرقاء فيها عين أو نعل قديم نعل قديمة أو بعض الخرق السوداء القديمة أو أشياء من الحيوانات أو أشياء من البحر يضع على البيت أو رأس الثوب أو حافر الفرس القطعة من الحديد التي تكون في رجل الفرس في رجل لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال حتى لا تأتي العين إلى البيت. حتى لا يحصل حادث للسيارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه دواب ولديه أولاد لم يضع تميمة ولم يضع هذه الأشياء على بيته أو على أولاده أو على دوابه. من الذي يحفظنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن نضع نعلق على البيوت أو على السيارات هذه الأشياء. حتى بعض الكتابات يكتب مثلا الحسد كذا نعم لا يجوز. كيف ممكن يكون تكتب كما يقرأ عندنا نعم.